بس انا الأهلي اشعر ان شريف تعرض لحملات خبيثه، واخد بالك، كانت باستمرار. مش شريف بس، الاهلي كل واحد عنده مشكله معاول. ده انت يا راجل عبد الله السعيد اللي كلنا لازم نفخر ان مصر بتقول ده اهم لعيب، بتجد ناس بتدعي انها اهلاويه طول النهار تهاجمه. انت اهلاوي منين؟ طب انت افرض ان عبد الله السعيد ده مستوى واقع، ما تقف جنبه توقفه. ولا مهما عمل مفيش فايده، مهما عمل. مؤمن زكريا محدش قال فيه كلمه حق غير لما حس انه هيمشي. برضه نفس الشيء. لعيبه الاهلي يا جماعه ادتنا وادتنا باخلاص. صحيح. وكره العالم، كره القدم في العالم كلها تخضع لمنحنيات في المستوى. طبعا. ولذلك الفريق اللي بيقول لك اللي عنده دكه كويسه هو اللي بيكسب في الاخر. لانه اللي بينزل واحد ولما بيتقال ان الاهلي ما فيهوش اساسي واحتياطي هذا حقيقي. هو في النهارده تشكيل اساسي في الملعب، لكن بكره يبقى ممكن التشكيل ده يتغير فيه كتير. اساسي في الملعب باسماء اخرى. لازم الناس حب الاهلي زي ما هو. انت جيت اخترعت الاهلي ولا لقيته فحبيته؟ عايزين تغيروه ليه؟ ما ده حاجه غريبه جدا. واحد راح حب واحده، او واحد حب واحده، حبت واحد لمواصفات معينه فيه، ومن يوم ما ترتبط بيه عايزه تغيره. ايه الكلام ده؟ في حين هي حبيته كده، وهو ده اللي بيفشل العلاقات. انت حبيت الكيان ده كده، امشي بدستور، مش تحط له دستور من عندك. والا مش هيبقى هو اللي انت عارفه. ودي مسؤوليتنا، وده اللي كنا بنقاومه باستمرار.